ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ انا لولو. النهارده هنتكلم عن رفع بخور عشية وباكر. رفع بخور عشية وباكر ده تمهيد للقداس. ما ينفعش نعمل قداس من غير ما نرفع البخور، على الاقل باكر. والكاهن يا اصحابي بيصلي رفع البخور بره الهيكل، وابونا اصحابي بيفتح ستر الهيكل من الشمال لليمين، وهو بيقول ارحمنا يا الله يا ضابط الكل. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الرب اله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا سواك. وفتح الستر يا أصحابي من الشمال لليمين، لأن المسيح نقلنا من التبرير الشمالي إلى اليميني. وفتح الستر بكلمة الحمنة، لأن الستر يرمز لباب السماء، والسماء مش هتفتح إلا بالرحمة. ويسجد أبونا قدام الهيكل ويقول سرا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس. بيقول أبونا إشليل، بيرد الشماس اي بي بروس اف شي تاسيتي. بيقول ابونا اريني باسي، بيرد الشعب كيتو بنيف ماتي سو. ابونا يا اصحابي بيقول فلنشكر صانع الخيرات. في الجزء ده يا اصحابي ابونا بيقول اشكره واسأله، الشعب بيوافق على اقتراح أبونا ويقول يا رب ارحم. بعد ما أبونا يخلص صلاة الشكر بيسجد قدام الهيكل ويدخل ويسجد قدام المذبح، وهنا الشماس بيقدم الشريان لأبونا. أبونا بيحط 5 أيادي من البخور، الخمسة دول إشارة لرجال العهد القديم. عارفين يا أصحابي هما مين؟ هابيل ونوح وهارون وزكريا وملكي صادق. وأبونا يا أصحابي بيطوف حوالين المذبح 3 مرات، ودايما يا أصحابي أبونا وهو بيلف عكس عقارب في الساعة، لأن كنيستنا عكس الزمن. وأبونا بيلف حوالين المذبح، أبونا وهو بيلف بيصلي الأواش الصغار. إيه هم يا أصحاب الأواش الصغار؟ أشية السلامة والآباء والاجتماعات. وفي الوقت ده الشعب بيقول 40 ناقوس. عارفين يا أصحابي ده عبارة عن إيه؟ سجود للثالوث، ويدي السلام لماما العذراء وللملائكة وللقديسين. بيطلع أبونا من الهيكل، بيقف قدام صورة بابا يسوع، بيقدم البخور بالشريعة والماما العذراء وللملائكة والرسل وللشهداء والقديسين وللقديس يوحنا المعمدان. بعدين يا أصحابي أبونا بيصلي أشية الراكضين، دي في رفع بخور عشية. وأشية المرضى والمسافرين في رفع بخور باكر، لأن كنيستنا يا أصحابي المستشفى اللي بتستقبل المرضى. بيلف أبونا الكنيسة بالشرية، بيحط الصليب على رأس المصليين، بيقول بركة بخور عشية أو باكر
تكون مع جميعكم. في الوقت ده يا أصحابي الشعب بيصلي الزكسولوجية. في الوقت ده أبونا بياخد اعترافات الشعب السريعة. زمان يا أصحابي الشعب كان بيعترف كده وكان بيتسمى اعتراف على الشرطة. دلوقتي طبعا يا أصحابي صعب، فلازم نعترف في سرنا، وأبونا ماشي جنبنا بالشرية في نهاية الزكسولوجية. لوب مغفرة لخطايانا، ويدخل أبونا للهيكل ويحط يد البخور، بيطلب سرا مغفرة لخطايانا، والشعب بيقول قانون الإيمان، وأبونا بيصلي لحن النوتي نايناي، بيطلب فيه 10 رباط. اللهم ارحمنا، كرر لنا الرحمة، ترأف علينا، اسمعنا، باركنا، احفظنا، أعنا، ارفع غضبك عنا، افتقدنا بخلاصك، اغفر لنا خطايانا. بعد كده أصحابي أبونا بيصلي أشية الإنجيل ويقرأ الإنجيل، بيقول الأواشي الخمسة الصغار، أشية السلامة والآباء وخلاص الموضوع والأهوية أو اللي ناسي، وأشية الاجتماعية. بيرجع أبونا وبيترجى ربنا وبيصلي تربت في نوتي ناينون، والشعر بيقول أبانا الذي، والشماس بيقول احنا رؤوسكم للرب، والشعب بيرد أمامك يا رب. يقول الشماس انسيته بخوف الله، وبيقول أبونا السلام لجميعكم، وبيقرأ 3 تحاليل. بيرد الشعب أمين يا رب ارحم 3 مرات، بيقولوها أصحابي بلحن الفرح. بعدين بيقولوا زكسابتري، بيقول الكاهن بخريستوس بالنوتي، يعني يا أصحابي المسيح إلهنا، وإحنا بنرد عليه أمين السشوبي، يعني يا أصحابي حقا يكون. بعدين بنقول أبانا الذي، بيصرف أبونا الشعب. شكرا يا أصحابي ليكوا جدا إن أنتوا فرحتوا من فيديوهاتي. أخرستوس أنسي أليسوس أنسي. أشكركم يا أصحابي قوي على كلامكم، أنتوا فرحتوني جدا جدا جدا. شكرا، والكلام ده عجبني منكم قوي. باي باي.